هنا السؤال الرابع، هناك من يكتفي بالاحتجاج بالقرآن فقط دون السنة، وإن احتج بالسنة فإنه يكتفي بالسنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف نرد على هؤلاء؟ نرد على هؤلاء بأن السنة مثل القرآن، وحي، هي وحي مثل القرآن، تسمى بالوحي الثاني بعد القرآن. قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السنة وحي من الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. السنة لا بد منها، وهي تفسر القرآن وتوضحه تدل عليه، فلا بد من السنة مع القرآن. كل هذا مما جاء به الرسول، جاء بالقرآن وجاء بالسنة، فكيف نأخذ البعض ونترك البعض الآخر؟ نعم.